اتساقا مع سياستها لتشجيع الباحثين بتخصيص جائزتين تقديريتين كل عامين، أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك عن جائزتها العلمية لعام 2022. وذكرت الأمانة العامة للمنظمة أن قيمة الجائزة الأولى تتراوح بين 7000 و 10000 دينار، في حين تبلغ قيمة الجائزة الثانية 5000 دينار، موضحة أن مجال الجائزة يتناول كافة مراحل البحث في التقنيات الداعمة للصناعة البترولية، فضلا عن الاستفادة من تطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة للحد من آثار الانبعاثات الكربونية. كما أشارت إلى أن آخر موعد لاستلام الأبحاث سيكون بنهاية شهر مايو من عام 2023، وبإمكان الراغبين في المشاركة الاطلاع على جميع تفاصيل الجائزة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة أوبك.